توقف التعليم فنمت الأشجار غير النافعة في باحات المدارس وفي المساحات التي ردد فيها الطلاب يوما أناشيدهم. خرج الطلاب من بيوتهم التي حولتها الحرب إلى مخابئهم وذهبوا إلى المدارس التي لم تدمر في مدينة تعز. لم يجدوها كما كانت، كل شيء تغير، الكثير من الأشياء اختفت. الألوان التي زينت الجدران قبل عامين محيت وغطت الأتربة معظم الأماكن. طاف الطلاب مختلف الفصول وعادوا محملين بأكوام الأتربة والبقايا بدلا عن حصص العلوم ودروس الرياضيات، لكنهم كما يظهرون سعداء بالعودة وإن كانت مكلفة ومجهدة، فلن تكون بسوء وقسوة الحرب وتوقف الدراسة وانتشار نقيض التعليم. الفرحة التي انتشرت هنا في القليل من مدارس تعز حرم منها طلاب كثر في المدينة وغيرها من مدن البلاد، وفرحة العودة مغطاة بألم الفراق في مدارس ومناطق أخرى ما زالت الرصاصة تمنع الطالب من الخروج مبكرا بدفاتره وأحلامه.